خليني سريعا اروح لمداخله مهمه جدا مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا على بدايه استعدادات النادي الاهلي للمرحله الهامه جدا المقبله. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. طبعا الفريق بيعود بعد اجازه بعد انتهاء مباراه طلع الجيش، فبالتالي النهارده ممكن يكون في نوع معين من انواع التدريبات. حطنا في الاجواء وقول لنا ايه الجديد عندك يا شريف. يمكن بعد اجازه استمرت حوالي 6 ايام يستأنف اليوم الاهلي تمريناته كان في الرابعه عصرا. يمكن مستر موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ عقدوا جلسه مع اللاعبين امتدت حوالي 7-8 دقائق اتكلموا فيها عن المرحله المقبله والتركيز في المرحله المقبله والعنايه الشخصيه بالاجراءات الاحترازيه، لان موجه كورونا اللي بنسمعه في العالم كله. فالكابتن سيد عبد الحفيظ حذر اللعيبه من الاستهانه بالاجراءات الاحترازيه علشان خاطر صحه اللاعبين، ويمكن كان في استجابه كبيره من اللاعبين وتطبيق الاجراءات الاحترازيه بالكامل حرصا على سلامتهم، والمرحله الجايه مش محتاجه غيابات اكثر من اللي موجوده. يمكن بعد المحاضره راجل عمل تمرينه بدنيه يمكن شارك خبر مفرح لكل جماهير الاهلي شارك فيها سعد سمير كل التدريبات البدنيه. يمكن لما جه بقى جزء الكوره غادر سعد سمير التمرين، سعد خلاص بيقترب بقوه كبيره جدا الى الرجوع مره اخرى الى الفريق الاول. رامي ربيعه النهارده بيأدي تدريبات قويه جدا من اول دقيقه لحد دلوقتي التمرين شغال امامي الان. كان رامي ربيعه يعني ما شاء الله نمسك الخشب ماشي بكل قوه من اول دقيقه الى الان، يمكن بيأدي تمرينه بكل قوه بلفت الانظار مع طبعا زميله ياسر ابراهيم في التقسيمه. يمكن موسيماني عامل تقسيمه دلوقتي لفت فيها الانظار ولفت انظار كل متابعي تمرينه كهربا النهارده اللي احرز 3-4 اهداف الى الان، وعامل تقسيمه ملفته للنظر جدا هو واللاعب الكبير طبعا وليد سليمان. يمكن معظم التقسيمه فيها نجوم كتير من الناشئين، ولكن اللي عاجبني في الامر ان مستر موسيماني حريص ان يطبق فكره وزي ما بيشتغل مع التشكيله الرئيسيه اذا كان الموجودين في المنتخب المصري او المحترفين الموجودين مع منتخباتهم، مستر موسيماني بيطبق هذا الفكر مع ايضا مع الناشئين الموجوده دلوقتي في ملعب مختلف. عدد الناشئين كام تقريبا يا شريف؟ كبير عدد ممكن 9 و10 يعني طبعا. عدد كبير جدا، والراجل عامل تقسيمه بطول الملعب بيطبق نفس الفكر نفس التحرك نفس الاستلام اللي من غير كوره تحرك من غير كوره نفس الفكر اللي بيطبقه مع الفريق الاول بيطبقه مع الناشئين اللي طبعا في دلوقتي الفرقه مقسومه قدام في فرقه اول او يعني نجوم وفي ناشئين دمجوا مع بعض وبيطبق نفس الفكر مع الفرقتين وما شاء الله ظاهرين بشكل كويس جدا. الاستجابه عند الناشئين ملفته للنظر بتنفيذوا التعليمات بحذافيرها. طيب يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله انتصار. سريعا يا شريف هسالك سؤالين. حسين الشحات مده غيابه قد ايه؟ حسين الشحات النهارده وقف عمل جلسه مع مستر موسيماني ودخل الجيم بتتكلم يومين ثلاثه باذن الله ويكون موجود مع التمرين في التدريبات يعني. طبيعي باذن الله. باذن طيب الله. بالنسبه لبرنامج الفريق اخيرا خلال الفتره اللي جايه هيكون عباره عن ايه؟ هيكون تدريبات يكون تجمع الساعه 3 وتمرين هيكون الساعه 4 الفتره القادمه لحد ما نشوف بقى اتحاد الكره هيرسل خطاب رسمي عشان ميعاد كاس مصر ولا هيكون اولنا نهائي افريقيا اللي هيكون 27. فلسه اتحاد الكره او النادي الاهلي هيحدد بناء على اتحاد الكره المصري برنامجه الفتره الجايه. اكيد تمام. انا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش طمنا على بدايه استعدادات النادي الاهلي للمرحله المقبله. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا